أعتقد أن هذه النصائح لا تصلح مع كاتب. وفي حكايات كتير جدا. هقول لكاتب واحد، كاتب عظيم في البرازيل، عاملين له كده مركز زي مركز بومبيدو وزي مركز تشكوف، اسمه مشادو دي أسيس، وهذا كاتب عظيم. الكاتب ده ظل كان كاتبا بسيطا ضعيفا، وما بيكتبش تجاربه، ويكتب في الظل كده. وحتى أن تجاوز 40 بفترة، وجاله مرض فظيع جدا، ورقد في المنزل أكثر من 3 أعوام. وقام من البتاع ده، عمل بقى كتاباته بقى العظيمة، كونكاس بوربا، اللي هي كونكاس بوربا اللي مترجمها سامي الدروبي في الستينات، ودونكاس مورو اللي ترجمها خليل كلفت، والسرايا الصفراء، وأصبح وعمل ودونكاس مورو دي الشاعرة والناقدة الأمريكية اسمها إيميلي ديكسون عملت عنها كتاب اسمه الأسطورة والحداثة، وسماه عطيل البرازيل. هذا الكاتب اللي هو مشادو أسيس، الحقيقة ما حدش ضرب برضه على إيده، ولكن هو مر بمرحلة ما، فرضت روحه. كان ليا كاتب صديقي، كاتب سوري مهم اسمه إبراهيم صموئيل، يقول لها القصة حينما تأتيني أكتبها، وحينما لا تأتي أنا مش هتحايل عليها. فبالتالي الكتابة هي يعني فرض داخلي، ومهما الواحد قلع. أنا كنت بشوف ليا صديق الله يرحمه بقى، كان بروح له البيت كده الاقيه لابس الشورت وبتاع، وعمال يسخن، انت بتعمل ايه؟ يقول انا مسخن في الكتابه، وحاطط ورق قدامه بينتجش قصيده، يكتب قصيده لما تبقى في حاله لا ادريه. طب انا عايز الفنان مجدي عبيد الكبير، عندك حاجه يا مجدي؟ عايز اقول مبروك. انت ما قريتش؟ مساء الخير. أنا المواطن مجدي عبيد، بتعاطى الفن. أنا طبعاً ما أسعدنيش الحظ إني أرى المجموعة، لسه واخدها دلوقتي، بس أنا أولاً بهنيها على صدور أول مجموعة قصية ليها، وبشكرها جداً إنها أتاحت لي فرصة أستمتع بالكوكبة اللي موجودة، اللي أنا أصلاً بعض الأصدقاء وبعض الأساتذة والدكاترة يعني الواحد بيحترم آرائهم وبيستفيد كممثل في إنه يوسع مداركه في الثقافة عموم بشكل عام. مبروك ليكي، وما تبصيش وراكي، بكرة جاي واللي جاي أفضل. شكرا ليكم، شكرا.